جمال فريدة ويا ربي زعد أخبار رولا بطبع شو حشورة وعليا فشايت أسرار يلي خليته التليفون يعزف مثل الساكسيفون وجبتو هالأهل الدار وعملتو منه سوبر الوحدة ونص يرقص رقص سلولير وعملتو للقطع عرس وللفارة سوفتوير عليكم طابور العرسان من المسي للبرلمان صارلن هون من زمان قبلك يا زمن النعمان To take Mr. Balfour? I was there. We're always there in every room. What are you talking about? I was there in the stairwell. When you cried for your patient. And I touched you. Remember? Why are you doing this? هلأ معقول واحد ملاك يحب وحدة عادية مو مثله؟ لأ مثله لأنه طيوبة وحبابة لكن ليش هو يحبها؟ أساساً الحب هو انسجام أرواح مع بعضها أو ما لقى بين الملائكة وحدة يتجوزها؟ نقاها إلا لأنه روحها من جوا مثل الملائكة صافي شو هالفيلم؟ سخيف مو بعلمي بتحبي الأفلام العاطفية وكل ما شفتي واحد منهم تبكي وبتتنشوئي شو في للفيلم؟ بيطير العقل بياخد العقل تخيلي واحد بيضحي بالخلود وبيصير إنسان فاني مشان وحدة فيلم مفبرك فبركة قال شو؟ واحد ملاك بيحب وحدة دخيلك شو حابب فيها؟ العين تطرقه المهم يا رأى فكرة الفيلم حتى الخلود يعني مو المصاري والمظاهر الخلود ما له قيمة إذا الواحد ما عاشه مع يلي بيحبه بقى كيف الحياة هذا أحلى فيلم لنيكولاس كيج هي أول مرة بيمثل بفيلم عاطفي طبعا حبيبتي لأنه هو ممثل حقيقي ما عم بيدور على النجومية حتى مجراية إنك تقبش قلبي تقبش قلبي ما أحلاه وما أنعمه لك كلها براءة وكلها طفولة يعني مو غريب يحبوها الملائكة بس شو هالاسم ميج حدا بيسمي ميج
مو في طيارة اسمها ميك؟ خلصنا بقى عليا، خلصنا، اسكتوا سمعونا، قرب يخلص الفيلم. فانتي اللي سمعينا. ايش هو الفيلم هذا؟ سخيف، بدي اخلقي منه. لك ليش هيك سويتي؟ ليش هيك عملتي ماما؟ تعي حكي يا ابنة الفيلم. هي اللي ما بيتذكر اسمها. فريدة رجعي الفيلم. ما بدي داخل ايدي اتفرج على المنوعات. ايش الشغله على كيفها ماما حاكيها؟ فريده قلبي بدي كفي الفيلم قرب يخلص. ما بدي ابقوا جيبوه على الفيديو وتفرجوا عليه لما ما بكون بالبيت. لي تكون بلشت الاخبار، هاتي بدي اقلب على محطه الجمع شوف شو صار بايطاليا. صاروا لحالكم تفرجوا عليه بدكم اياه، انا فايت انام. وانا كمان فايت اعمل شويه ايروبيك وبعدين نفكر اذا بدي نام ولا لا. اوكي يارا. يارا حبيبتي اللي بده يعمل ايروبيك بيعملها هون بالصالون، انا بدي اطفي الضو ونام، بكره عندي جامعه. يارا حياتي انت، اوعك تكوني نسيانه انه بكره الجمعه. حبيبتي يارا انا بكره بدي فيق ادرس. ماما حكي بنتك، مين مفكره حالها؟ مين بنتي يلي ما بينذكر اسمها؟ ولك خلاص بقى انت ويا بدي اشوف الاخبار، روحوا ناموا. قومي نامي كمان يلا. ما بدي الاجراءات الامنيه. دعا الرئيس الباكستاني اليوم بتربيز مشرف مواطنيه إلى تخطي العقبات التي تهدد البلاد، وذلك بمناسبة الذكرى 55 لاستقلال باكستان. وفي رسالة إلى الأم وحث الباكستانيين على التحلي بالوحدة الوطنية. ماما حكيها للي ما بينذكر اسمها، خليها تطفي المسجل بدي أعرفنا. ولا خلص بقى أنت وياها، خلص شو صار لكم؟ بدي أعرف شو يقولوا عن الأضراب. الحرب العالمية ضد الإرهاب. وحول قضية التحرير قال مشرف إن بلاده لن تتنازل عن حق التحرير. ماما ماما حكيها هي اللي ما بنذكر اسمها، حكيها لها. ماما ماما مين مفكرة حالها؟ أنا بدي أعمل رياضتي. هي بتعمليها برا حبيبتي؟ لا حبيبتي أنا بحب أعملها جوا. المواطن اللي بدها تنام بتعمليها بالنهار؟ لا ما بدي أعملها بالنهار، أنا بحب أعملها بالليل. أنا حرة أختي مراي. أنتي حرة حبيبتي؟ لا مالك حرة، لا من الأوضة ولا لك. لا يا ستي حرة وفرجيكي. بتفرجي حالك حبيبتي؟ شو الدنيا فلتانة؟ ماما عم بتسبني عم تقول عني فلتانة. هلا بدنا نشوف بعضنا. لا خلص بقى انت وياها، بدي اشوف الاخبار. حرة ونزيهة. ماشي ماشي ماشي. شو ماشي؟ اشخاص المسؤولين بعدي عن بعدي عن المسجلة. ها انتني بعدي عن المسجلة. روحي لزوي على حالك وروحي من خليتي. انتني زوي على حالك من وشي. عم تضربيني؟ ماني اللي عم بضربك يخرب بيت. عم تضربيني؟ عم توحشاني؟ متوحشة انتي الغلب ستي الغلب. ماما تعي فيها. عم تضربني يا ماما؟ ماما ما بيكتفوا بعضهم. شوفي لي شو راح يصير بالاضراب. اليوم تدابير امنيه احترازيه حول الله. لك شو هاد؟ لك شو هاد يا عبشوم عليكم؟ يا عبشوم عليكم ما بتستحوا؟ لك شو ترباية شوارع؟ لك وين وين ولدانتكم انا؟ شو هاد؟ لسه بحياتي ما شفتها. قومي فريده روحي نامي بقطي، خلصي لي بقى. ما بدي انا هون بدي اعمل الايروبيك تبعي، كل يوم بعملها هون بالاوضه. يا حرام زعلتيني عليك كثير ماما، انا رايحه انام بقطي. اساسا انا بالاخير بدي اترك هالبيت وروح نام ببيت ثاني. اي بالناقص دربي ست فرد. خلصوني، فوتي يلا وسكري الباب. حكوا شي؟ ها؟ ما هي سياسة البيت الأبيض؟ أهي سياسة لا سياسة كما وصفها البعض؟ وهل يعقل أن تكون الدولة الأقوى في العالم بلا سياسة خارجية؟ ما إجا، شلون بده يجي؟ مطار روما لساته مسكر. إيه ما في لا طيارات عم تطلع ولا طيارات عم تنزل. ماما خليني أقلب على الفيلم. لا بدي أسمع أخبار. مو إلك خالي، لحظة قومي ننام أحسن. ما شرفي ماما إحنا فايتين ننام. تصبحي على خير. قولتوا بخير يلا أحسن. لا خالي مو معك. شو أحسن؟ لا حبيبي أنا حضر سهراني عم بسمع أخبار. إيه أول ما يقولوا فك الإضراب بتصل فيك. طبعا بدي أطلع المطار، معقولة يعني بعد هالغيبة ما نطلع؟ لا خالي مو لحالي أنا وياك، هو أكيد ما رح يوصل قبل الصبح. أم وليد بيت المدهنجي؟ إيه دقت لي خالي. أنا قلت لها أجليلي الموضوع شوي. شو بدي أعمل يا خالي؟ بناتي عم يتعلقوا مع بعضهم، يعني كل شي توقعته إلا أنهم يعلقوا مع بعضهم لأنه وحدة خطبت قبل التانية. طيب ماشي تصبح على خير. زوايا وأعمدة.
شلون يعني؟ بطل يجي؟ ايه يي دقل لي وقال لا شغلة الإضراب لساتها مطولة، مشان هيك أخذ القطار وراح على سويسرا. قال لي بس تزبط سفرتي من هناك ببقى بتصل فيكي وبقول لك إمتى جاي. شو هذا جوزك يعني ما له شغل غير السفر؟ لك شلون بيتحمل؟ صدقيني منيرة خانم يومين رحتون على بيروت ضليت جمعة جسمي مكسر. أنا هلأ انفادي مالي بمشكلة وديع، وديع أولتها وآخرتها بده يرجع. أنا هلأ بمشكلة خطبة رولا. يو ليش خطبة رولا لها مشكلة؟ إيه ما شاء الله ما شاء الله، ليكي ما بدي أحسدك وأحسد بنتك، صحح لها نصيب؟ ألف مين بيتمنى؟ مزبوط إيه؟ حظ كتير 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 منيح. شفتي؟ والشاب ما في منه وابن عيلة، يعني ما في حكي عليهم أبداً. ليكون بنتك اللي ما بدها إياه. لك لا بنتي بدها إياه وعاجبها كتير. بس أنا لسه ما أعطيتهم كلمة، مو هاين علي خطب رولا قبل فريدة. بخاف تتعقد وخاصة إنه بعد كل شيء ما ساوته وساويناه مشانه ما زبط. شو بدك تعملي؟ يمكن لسه ما آن الأوان. فريدة هيك حظة. حظة ولا حظي؟ بس أنا ما لازم أفكر هيك. شو هي يعني حظة؟ لا. شو بتركت عنس بوشي؟ تصوري لا أفوقها مقهورة وزعلانة لأنه أختها تجوزت وهي لا. شو بدك تعملي منيرة خانو؟ ما تأخذيني يعني ما خليتي حيلة ما عملتيها مشان تجوزيها. كنتي رح تفتحي مكتب، قصدي يعني كنا رح نفتح أنا وياكي مكتب مشان الجواز كرمالها لإلها، وعلى حظها سكروا كل المكاتب. بعدين أنت كمان منيرة خانو الله يصلحي طلبك كتير صعب، بدك واحد كامل مكمل من مجاميعه. إيه هذا صعب يلتقى كل يوم. بكون غلطانة؟ ليش بنتي شو ناقصة؟ حلوة وظريفة وبنت عيلة، مو ناقصة شي. بس بدها الحظ منيرة خانو، بنتك مو محظوظة. ايه يعني اقبل انه ما لها حظ وقعد مكتفة ايدي وعم بستنى؟ الله ما بيريدها. معك حق، الواحد ما لازم يقعد ويكتف ايدي، لازم يسعى. ورب العالمين قالنا اسعى يا عبدي لحتى اسعى معك. مزبوط، وايد لحالها ما بتصفق. شو قصدك؟ انفادي انتي منا وفينا، وانا ابدا مالي نسياني هالشي، بس يعني مستني الظرف المناسب لحتى زبط الموضوع. انا موضوع؟ صدقيني نسيت. موضوعك انتي وخالي، شو نسيتي؟ خالي؟ اللي هي اصارف النظر، مو شايفتي كيف؟ كل ما بيشوفني يا دب بيقول لي مرحبا وبتكون جاية عيني بعينه دايما. يا انفادي خالي بيخجل، انا ادرى بمصلحته بفهم عليه، بس انا مستني لحتى يهدى بالي على بناتي. ليش حلاقي احسن منك لخالي يا مرت خالي؟ من قلبك منيرة خانو؟ ايه من قلبي، لكن مو من قلبي. وقلي لي منيرة بس حاجة تعملي بيناتنا تكليف؟ يعني معقولة بعد كل هالعمر ولسه بتقليلي منيرة مدري شو؟ قليلي منيرة حاف. تعرفي يا منيرة انتي لازم تعملي كل جهدك مشان تلاقي العريس المناسب، مو بس لفريدة وليارة كمان، وانا بدي ساعدك. دخيلك يا انفادي، دخيلك ساعديني وفكري معي، لاقيلي حل لانه انا خلاص عقلي سكر وايدي مربطة. خلاص منيرة خلي هالشغلة علي، بس هيك تركيني فكر واعمل اتصالاتي وروح لعند بنت حماي. بنت حماي الكبيرة مو الصغيرة، إيه؟ هي حركة وحواليها ناس كتير. ايدي بزنارك انفادي، مالي غيرك حدا يساعدني. يا اما بنتي بتجن يا اما بتتعقد، ما بعرف شو بيصير لها اذا تجوزت اختها قبلها. لا بعيد الشر عنك وعنها تقبري قلبي. خلاص عم قلك تركيها علي وانا برجع وبحوص، وبضل عم حوص هيك لحتى لاقي لك العريس لإلها يعني اللي بيصير قلبك وخاطرك. يا رب. لحظة خالي. اهلين خالي، في واحد مبسط شويه خربه قدام باب البنايه اشتهيت لكم. يا الله يسلم هالايدين يا رب. تفضل اللي خاطرك. عذري انفادي ما حلوه مشان خالي. ما خلص لا ارجع بحكي لك شو صار معي. خاطرك فاروق بيك. مع السلامه يا تفضل خالي. ورحت من سوق العتيق على الحريقه بوشي لعند الخياط تبعي لاني مرسي على طقم بدي اخذه من عنده. بالطريق ما لقي غير واحد عم يدق لي على كتفي. التفت حزري مين طلع؟ مين خالي؟ ابو وليد المدهنجي، هو عرفني على حاله. الحقيقه انا استغربت، قلت له انا ما اسمي نسيم. قال لي بعرف انت فاروق بيك وهل يخفى القمر؟
وعزمني على المحل عنده وأكرمني وضيفني ومن أحلى ما يكون، ونادى الجيران بالمحلات اللي جنبه وعرفهم علي. قال لي أنا من زمان حابب أني أتعرف عليك، بتعرفي بنتك حظة من السماء، ناس أكابر ما في منهم. بس أنا خالي لسه ما اعتمدت، ما بعرف، حابة أجل الموضوع لبين ما يجي وديع. وديع؟ مين وديع؟ جوزي خالي. تعرف بركي الله بيكون بهالفترة فتح نصيب فريدة، لأنه قلت لك خالي أنا ماني حابة جوز ولا وحدة قبل فريدة. هل أشلون بدك تأجلي الموضوع ليجي شو اسمه؟ ما أنت خبرتيني وقلتي لي على أنه طلع من المطار وما بتعرفي لوين راح. هذا جوزك راح ما عاد يرجع، صدقيني بده يعملها معنا مرة تانية. قومي اتصلي بالتليفون، الجماعة عم يستنوكي. أبو وليد قال لي منتظرين منها تليفون لناخد موعد ونجي نخطب البنت. خلص بتصل فيهم بعد كم يوم، بس بالأول بدي أحكي معك بموضوع بخصك. يعني حكيتي معه؟ لك حكيت معه لكن شو عم أقلك؟ المهم قال لي أجلي لي الموضوع هلأ شوي لأنه عندي شغلات بدي إنهيها. المهم أنت شو صار معك؟ رحت لعند بنت حماي وقعدت تقلب أنا وياها أوضاع كل الناس اللي بتعرفه. قلتي له هيك على المكشوف إنه عم تدوري لي على عريس لبنتي؟ معقول منيرة خانم معقول؟ قلت له في ناس بعرفهم بالمزة مو من هون وعندهم بنت بتاخد العقل، وهدول الجماعة عاملين معي معروف، وأنا حلفت يمين إنه جوازة بنتهم ما تكون إلا على إيدي أنا. إيه مفادي؟ وبعدين شو صار؟ يا لطيف شو حظك وحظ بنتك قوي، بعد ما قلبنا أوضاع كل الناس ما طلع معنا شيء. قالت لي بنت حماية خلص تركية على التوكل، إلا بهالكم يوم ما أسمع حدا بده يخطب ساعتها بدلهم عليكي وإنتي بدليهم على جماعتك. يعني ما صار شيء وراحت روحتك على الفاضي. إيش بكي طولي بالك، هلأ أنا قلت لك راحت روحتي على الفاضي. لكن شو صار؟ قلتي لي شو صار يا ستي؟ بعد ما قررت إنه روح وامشي وصلت لعند الباب بدي إلا خاطرك لبنت حماي، وإذ أم عامر بتفوت لعند بنت حماي على الباب بتكون واقفة، ما لقيت لك إلا بنت حماي وقرصتني وحلفت ميت يمين إلا أرجع وأشرب قهوة معهن لحتى تعرفني عليها. لمين؟ لك لأم عامر. تاري أم عامر في عنده ابن شاب بياخد العقل وعم تخطب له، ورجتنا صورته وشكت لي همها الأم عامر وقالت لي دارت البلد كلها إنه بنت تعجب ابنها ما كانت تعجبه ولا بنت. ودليتيها على فريدة مو هيك؟ لك شو أنا مجدوبة؟ لكن شو؟ الشغلة بدها تخريجي، بعدين على فكرة الشاب بيشتغل بتجارة السيارات. الله يسامحك يا منيرة خانم، واحدة عم تقلك إنه دارت وفتلت البلد كلها وما كانت ولا بنت تعجب ابنها بقول لها فرد شقفة في عنا بنت؟ إيه لا الشغلة بدها أصول. كيف يعني؟ أنا غمستها لبنت حماية وطلعت هيك بأم عامر وقلت لها ست أم عامر في جماعة بيعزوا علي كتير كتير وبدون يشتروا سيارة، بركي بتدلينا على محل ابنك مشان نجي نتفرج ومنه بتوصي فينا. نحن بدنا نشتري سيارة. لك ما رح تشتروا سيارة أنت التانية. لكن شو؟ منروح أنا وياكي وفريدة، منه منتفرج على السيارات ومنه منتعرف على الشاب وهو بيشوفها، وإذا عجبته ساعتها بتجي على رجلي هالشغلة. شو رأيك؟ ايه شو بكي؟ ما عاد شفتي الدانة؟ طلعي الدانة. يمكن انتي اللي صار لازم تسمكي النظارات. والله حبيبتي لكي في فئة تخلينا نتخانى. لا حبيبتي اذا جاب لك نتخانى. ايه نتخانى شو عليك؟ ايه يمكن حبيبتي قالت لي هداك اليوم هيك. لا مش عبالي كسر لك راسك هالمرة. والله شو؟ لانه انتي ما عاد في شيء بدنا نتعلم على راسك. ماما حتشتري لنا سيارة. شو هي بقى كذبة نيسان؟ قال ماما حتشتري لنا سيارة. لا عن جد عم بحكي، هلا سمعت عم تحكي هي وام فادي ورايحة هي وياها. إيه مو معقول، مو معقول بنوب. شو المناسبة؟ انوت لي سافر بابا ما فكرت تشتري لنا سيارة. لا فكرت، بس كنت وقتها صغار وكنت ملتهية فيكم، هلا كبرتوا وصار فيني اشتري سيارة. عن جد ماما حتشتري لنا سيارة؟ ايه واليوم بدي انزل على سوق السيارات مشان نقي وحده. مامي الله يخليكي جيبيها مرسيدس ويكون لونها عفني كمان. لا ماما شو مرسيدس؟ المرسيدس كتير غالي. ماما لتكون عملتيها معنا مسحه لحتى تجربينا. ها لا مو مسحه، والمسا بدي اروح على سوق السيارات. ماما جيبي لنا سياره سباق.
لا شو سيارة سباق؟ سيارة السباق ما بتسعنا. ماما اشتري لنا سيارة تسعنا كلياتنا. ايه ليكي ماما اذا عن جد بدك تشتري سيارة مو مهم نوعها، المهم يكون لونها حمراء. انا روح قلب السيارات الحمر. خلاص المسا روحي معي ونقي السيارة يلي بتعجبك. إيه. ماما بس على شرط لازم تكون من الوكالة. لا بجوز يعني ما اخذها جديدة بس المهم تكون نظيفة. اي مشكلة. طيب ماما بدنا نروح كلياتنا ننقيها. اي ماما. لا اليوم بدي روح وقلب السيارات وباخذ معي فريدة بس. انتو باخذكم خلاص بس اعتمد مشان اخذ رأيكم فيها. ماما فريدة البسي هيك شي لون يلبق مع لون عيونك، يا فيروزي يا ازرق تطلعي احلى. او شو دخل لون عيونها بالسيارة؟ ماما انا بدي سوق السيارة. انت اسكتي. انا بدي سوق السيارة. هي اسكتي 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 لسه ما طلعتي شهادة السواقة. بالله شو حبيبتي بكره طلع شهادة السواقة وانا اللي بسوق السيارة. لا ما حلو انا بدي. لا خلص بقى انت وياها انا بدي سوقها. لا انا بدي سوقها. انا بدي سوقها خلاص. لا ماما لا تجيبي سيارة. سبتي سرعتك، شدي ظهرك، طلعي لقدام. تهيئي انه المرة الجاية بدنا نركب بسكليتات حقيقية. ايه لا خلاص انا نويت اشتري سيارة ثقيلة. بدي ضل استنى وديع ليجي يشتري لي سيارة. يا لطيف يا مطيع عشان اهرب لما باع السيارة مشان يسافر وحردت. ضليت حردانة اسبوع وهو يحاول يصالح فيني وقال لي خلص وين يهمك اول ما سافر ويزبط شغلي ببعت لك حق سيارة. فشوفت عينك لك مكتوب بيستخسر يبعث تليفون يا دوب يحكي كلمتين وما بفهم منه شيء. شو بدك بالسيارة؟ شو بسكليت؟ بسكليت احسن لك بكتير. السيارة بتعلم الكسل، بتزيد الوزن، بتعمل للمرة بطن وللرجال كرش. بعدين لا تنسي انه البسكليت ما بتلوث البيئة. بلش درس الصحة والحياة. شبك يا مطيعة؟ لاحظي حالك، زايدة الحالة عندك. ها هذا يمكن من الكبر وقلة الجواز عم يأثروا عليكي. منيرة انت فظيعة. أصلا مو الحق عليكي، الحق علي اللي أنا مهتمة إني غير لك عاداتك السيئة والمضرة بالصحة. أنا ماشية خاطري. لك خلص أنا ماشية. إيه مطيعة خلص ليش زعلتي؟ خلص سحبت حكي. إيه بتحكي معي أكثر من هيك وما بزعل مني. ما روحي ارجعي اطلعي على البسكليت. لك اطلعي بكفي لك شو صار معي بعد ما رحنا على هذا صاحب المكتب تبع السيارات عامر قشر اللوز. قشر اللوز؟ إيه؟ في حدا بيت قشر اللوز؟ لك إيه. بيت قشر اللوز عيلة كتير كتير معروفة. المهم يا ستي رحنا لعنده وصار يدور معنا يورجينا سيارة هون وسيارة هونيك ونحنا نقول له هاي ما عجبتنا وهاي ما بتناسبنا وفي بنتي شو تقول له أنا بدي سيارة حمراء. بس المهم إنه طول الوقت ما قام عيونه عن فريدة. إيه وقبل ما نمشي قرب على أنفادي وشوشة سألها الآنسة مخطوبة يعني بنتي؟ قالت له لا. أو إذا سألها؟ أنا في كتير بيسألوني نفس السؤال كل يوم بالنادي. عن فيفي بنتي؟ لا عمي. إيه مطيعة المهم هلا خليني كفي لك هالسيرة. تعي تعي خففي لي السرعة عشان أجت رجلي رح أموت. أحسن لك مني. كملي كملي وبعد ما سألها. المهم يا ستي الظاهر إنه أمه عم تخطب له وصارت دايرة نص البلد وما كانت ولا بنت تعجبه بس بنتي فيفي عجبته. شو عجبته؟ طار عقله فيها. لأنه تاني يوم أمه اتصلت بإنفادي وقالت له حابين نجي لعندك نشرب فنجان قهوة. ميمي ما عم بفهم عليكي، حيرتيني حيرتيني عن جد. يعني هلا إذا بنتك عجبته للزلمة ليش لحتى أمه تروح تشرب فنجان قهوة عند إنفادي؟ لأنه إنفادي تعرفت عليها عند بنت حماها. لكن المهم هلا أنت شو بدك فسيري؟ إجت لعند إنفادي وقالت له دقي لجارتك وبنتها وعزميهم على فنجان قهوة لأني حابة أشوف البنت عاجبة ابني كتير. أو رحتوا لعندها؟ إيه يا ستي طلعنا لعندها وعجبتها بنتي كتير كتير ما قامت عيونها من عليها. بعدين قالت لي عندك مانع إنه نجي نشرب فنجان قهوة عندكم أنا وابني؟ قلت لها لا أهلا وسهلا. تعرفي مطيعة إذا انحلت عقدة فريدة وتجوزت خلص ما عاد آكل هم. بكرة بيعطيني سيارة من عنده بدون ما أشتريها. أو أمتى جاي؟ منيرة منيرة دقت لي أم عامر وقال اليوم المسا جايين يزوروكم بعد ما يسكر سوق السيارة. جهزوا حالكم. إيه؟
ماما لو عملتي خطبتي انا وفريده سوا ما كان احسن؟ لا ماما هيك احسن، اختك اكبر منك ولازم تخطب قبل منك ولو بيوم واحد. هلا لو كان اصغر بشي 5 سنين مو كان احسن؟ اي باين كبيره عليها. شكيره لا، الفرق بينه وبين فريده مثل الفرق بيني وبين ابوكي، 10 سنين هيك بصير يدللها اكثر. بس لو تركتيني اسال عنه يا منيره خايف نكون استعجلنا. لا خالي، جماعه كتير كتير ظراف، وام عامر راكزه، وعامر ما شاء الله عليه انا شفته بسوق السيارات، الكل بيعمل له حساب وبيحترموه كتير خالي. ايه بس هيئته قويه شوي. لا مو شوي، كتير. فيروز لا، ليش شو شفتي من قويتها؟ ايه ما شفتي شلون ما بتخليه يقعد الا جنبها وبتضل بتغمز له وبتهز له براسه انه يحكي ولا ما يحكي. ابن الوحيد وبيسمع كلمتها، برافو عليه، رجال وبيسمع كلمه امه مو مثلكم. بعدين الرجال يلي بيكون منيح مع امه بيكون منيح مع مرته وبصير يسمع كلمتها بعد الجواز. ابوكم هيك كان، كانت ستكم الله يرحمها مسيطره عليه، بس بعد ما تجوزني تغير وصار يسمع كلمتي. بعمل هيك بعمل هيك، وبقول له مشان هيك سافر وما عاد رجع. خالي لا تفتق لي جروحاتي. ماما قلي لي شو رايك حط طاقيه؟ لا لا تحطي طاقيه، قد ما نحس عليكي بلا ما يوقع حدا من الشباك مثل وقت صار معنا بالحلقه الثانيه. ايه ماشي. ليكي ماما اول ما بدي اتجوز بدي اقول له يشتري لي سياره. ايه فيفي قولي له يشتري لنا سياره بدل اللي كانت امك بدها تشتريها وبطلت. خايف نكون استعجلنا، بس لو خليتيني اسال عنه يا منير. خالي لا تونوني، أنا قلبي مرتاح، قلبي ما بيرد إلا الخير لبنتي. بعدين أنا ما صدقت إمتى فيفي اقتنعت ومبسوطة بالخطبة، تخيلك لتقوم تغير رأيها. يعني ما استعجلنا؟ لا خايف نكون استعجلنا. لا ما استعجلنا. شو فريدة، ما عدك تصيري نجمة ولا بدك تصيري مشهورة؟ شو شو لك وين رايحة انت؟ روحي صمدي. قلي ماما تقلي يلا زبطوا زبطوا وراء زبطوا حالكم. انا بنتك نيكوس. اي نعم. شوفي حضرتك ام العروسة. اي انا شايفة. اخ يا حرامية يا خطة، فين الرجالة؟ فين العروسة؟ فين عايزين تاخدوا جوزي مني؟ فين العروسة عشان اطلع حتت وارميها للقطة؟ وديع؟ شو؟ خلص الأضراب بالمطار؟ لسه ما خلص؟ وينك أنت؟ شو هالضجة هي؟ بالقطار؟ جاي بالقطار؟ وين رايح؟ شو هي لوزان؟ وين هي؟ بسويسرا؟ ألو؟ صباح الخير منيرة خالي. أهلين أم فادي، تفضلي. لقيتك ما دقيتي لي، اجيت لحالي لنشرب القهوة. ايه تفضلي. أهلين يا فادي. هلا فيك انت حالي، شو صار لك هيك ما دقيتي؟ مالك بالعاده؟ شو بكي؟ ليش هيك وشك مبجبر؟ بكياني؟ لا اماني بكياني، بس ما نمت امبارح، ضليت سهرانه وعم بتفرج على الاخبار. فكوا الاضراب؟ شو بيعرفني؟ اتصل وقال ماله جاي، اجا شغل ضروري وسافر على سويسرا، وبس بده يجي بخبرني وبيقول لي امتى جاي. لو مساوي لك قهوه. ان شاء الله يجي بالسلامة. دخيلك شو له قلب على السفر، انا مالي خلق منوب منوب وما بتحمد.
من فترة رحت يومين على بيروت، رجعت ضليت جمعة بالفرشة مرضاني من ركب السيارة. الظاهر هو ما عاد يرتاح إلا بالسفر. طولي بالك منيرة خانم، ليش هيك مقهورة وزعلانة؟ يعني إلا ما يرجع. فردي لي وشك بقى، فردي عزمتك أنت وبنتك فريدة لعندي على البيت. ليش شوفي عندك؟ جايين ضيوف بعد الظهر وبدهن يتعرفوا عليكي وعلى بنتك. مين هنين؟ أم عامر بيت قشر اللوز بدها تخطب لابنها. قامت بنت حماية حكت لها عن بنتك، قالت لها اعطيني الرقم، دقت لي وقالت لي جاي عبالي شوف الأم وبنتها عندك بالبيت. بقى شو رأيك؟ أم فادي قلتي لي بيت قشر اللوز؟ إيه عيلة كتير كتير معروفة. وابنهم بيشتغل بتجارة السيارات؟ إيه مزبوط. شو عرفك بتعرفيه؟ لا ما بعرفهم بس سمعت عنهم. وين؟ عند ناس أصحابي. صحي نسيت قلك، مو أنا ناوية أشتري سيارة، قاموا دلوني على هذا محل اللوز، بيت اللوز بسوق السيارات. جمال فريدة ويا ربي زعد أخبار، رولا بطبع شو حشورة وعليا فشايت أسرار، يلي خليته التليفون يعزف مثل السكسيفون، وشفتو هالأهل الدار وعملتو منه سوبر الوحدة ونص يرقص رقص سلولير، وعملتو للقطع عرس وللفارة سوفت وير، عليكم طابور العرسان من المسي للبرلمان، صارلن هون من زمان قبلك يا زمن النعمان. يا بناتك ريكوز